اليوم ان شاء الله عندنا تحدي هو ان احنا نعرف اشهر عشرين حارس مرمى لما كانوا صغار يعني راح يحطون لنا لاعب عمره صغير طبعا التحدي جاني من هذا الشخص وخلنا نشوف المقطع بس قبل ما نبتدي طبعا رابط المقطع الاصلي من قناه عرب سبورت موجود تحت في الديسكربشن اشتركوا عندهم بقناتهم قناه مميزه جدا خلينا نبتدي على طول نقول لس يا حبيبي اوكي خلنا في البدايه هذا كاسياس واضحه جدا طبعا اكتب تحت كم لاعب عرفت منهم فاول واحد عندنا كاسيا واضحة وريال مدريد بعد واضح ما ما يحتاج ومثل ما نشوف إكركاسياس يعني جدا سهل أولي ها آه هذا من أبيض وأسود بعد هذا قديم أوه بوفون والله قديم الصورة أبيض وأسود لأن هذه الحارس اللي بعد اتوقع تيرشتيجن لان حتى النادي اللي لابسنا نادي الماني تيرشتيجن النادي اللي كان يلعب فيه ناس اسمه مثل ما نشوف تيرشتيجن سهل سهل هذا سهل الحارس اللي بعده من ده حال انا عرفت اثنين ما ما ادري ما ادري هذا من او كورتوا هذا من ما ادري ممكن فيكتور فالديز ما ادري اه فيكتور فالديز عدل عدل ثلاثه ها سجلوا عندكم انا لحد الحين عرفت ثلاثه الحارس اللي بعد ما ادري من هذا صراحه نهائيا مو في بالي هاللاعب اوه هذا برافو هذا دخية صدقوني دخية هذا دخية صح دخية صح والله تغير واجد هذا نفاس هذا كيلور نفاس كيلور نفاس صح حاليا اتوقع اني عرفت خمسة الحارس اللي بعده نوير نوير ما ادري شوي في شبه وبعد النادي اللي يلعب فيه هو نادي السابق فهذا نوير اتوقع نوير صح اوكي اللاعب والحارس اللي بعده المشكله هي الصوره قديمه جدا 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 فممكن يكون حارس كبير شوي حاليا بيتر تشيك اوكي ما جاء على بالي نهائيا بيتر تشيك الحارس اللي بعده يا اخي ناس اسمك جو هارت هذا من هذا من اوكي شمايكل بعد ما جاء على بالي نهائيا هذا من هذا توقع اوليفر كان بس ما توقع اوليفر كان صح استغربت انهم جايبين حراس من قدامه من ده هذا آه. مودريتش لا لا ايش دخل؟ اه فاندرسار يا اخي نسيت انهم قاعدين يحطون من القدامى بعد هذا آه. محمد دعيع اذا ما خاب ظني يعني اوكي صح صح الجواب صح فهذا المقطع كله اتمنى عجبكم المقطع وكتبوا تحت كم لاعب عرفتونه وكم حارس عرفتون طبعا حسبوهم فاضغط على زر لايك اشترك في القناه اذا كنت مشترك نشوفكم ان شاء الله على خير مع السلامه